نبدأ في مباراة طبعا مصر والنيجر، المباراة الأولى كابتن علاء. تشكيل طبعا المباراة قدام حضرتك أكيد، وجهة نظرك يعني هل ده كان التشكيل الأمثل لمنتخب مصر إذا كان ليك رؤية في لاعب أو كده؟ يعني عمر مرموش مثلا لاعب ناحية الشمال، كان في تريزيجيه بره مثلا كان موجود، كان ممكن زيزو يروح ناحية الشمال، يعني رأيك بشكل عام في التشكيل وفي الأداء. يعني هو طبعا بداية اختيار المباريتين ده ذكاء. ذكاء. طبعا ذكاء من روي فيتوريا. الراجل عايز يقدم نفسه للجمهور المصري، وعايز يشوف قدرات اللعيبة، عايز يتعرف على امكانيات اللعيبة، فعمل المباريتين دولة اللي مفهومش في وجهة نظري استفادة فنية اكتر منه ان هو يتعرف على اللعيبة، يبين للناس الشكل او هو عايز يشتغل ازاي. فده الحقيقة ده ذكاء. انا مش شايف حاجة يعني استفادة كبيرة جدا من مباراة النيجر الا محمود حمادة. ده حقيقة. محمود حمادة اول مشاركة دولية، وهو الحقيقة من هو بيلعب في الانتاج الحربي، ولما راح بيراميدز وبعد كده فاركو، لا هو لعيب كبير. يمكن انا من الناس اللي انا كنت مرشحه كمان للنادي الاهلي هو في الانتاج الحربي. والله والله هو بيلعب مركز 6 بالظبط، ديفندر، بس ديفندر محترم الحقيقه. لعيب انا شايف من اللعيبه اللي ما خدتش حظوظها في ايه مميزاته كديفندر؟ لا قوي، كورته كويسه جدا، شايف ان هو السوليه على من 3 4 سنين كده بس. والله محمود حمد ده كمان في الانتاج كان حاجه كويسه جدا. يعني انا من الناس اللي انا كنت حابب انها تبقى موجوده في النادي الاهلي، واتكلمت عليه. ده اللي في استفاده، غير كده ما شفناش يعني مفيش استفاده حقيقيه. يعني القدرات طبعا ضعيفه جدا. يعني حتى اللعيبه اللي موجوده كلهم معظمهم لعبوا، انا زي ما قلت لحضرتك مفيش الا هو حماده بس اللي هو يعتبر جديد الى حد ما، ومحمد حمدي برضو ما بيشاركش، كان يعني مره ولا مرتين قبل كده. يعني محمد حمدي احنا عندنا في حته الشمال دي يعني الامور فتوح اعتقد حاجزها. يعني خلينا نتكلم منطقيين، بس ما عندوش بديل. يعني حمدي انا شايف من قبل كده كمان حمدي كان ممكن يبقى بديل، وبديل كفء جدا للحته الشمال دي لفتوح. بالظبط. كابتن وائل برضو رايك، وهل فعلا احنا ما استفدناش؟ البعض يتحدث انه صحيح هو الريتنج بتاعهم او الرانكينج بتاعهم في اتحاد دولي مش حلو، يعني واحد 109 تقريبا والتاني 119، لكن احنا لعبنا تصنيفات اسوأ من كده وما ظهرناش باي مظهر طيب. بص يا كابتن مدحت، هي كبدايه كويسه مش وحشه، ايا كان الخصم ضعيف او قوي بدايه مش وحشه، لكن انا ليا سياسه مختلفه شويه عن اللي علاء قالها، ان هو ذكاء من المدير الفني ان هو يختار الماتشين دول. بالنسبه لي انا لو عايز اقيس لعيبه ما ينفعش اقيس لعيبه مع مستوى ضعيف، لان انا كده ما قيستش لعيبه، لان ممكن مع المستوى الضعيف ابان بشكل كويس، اظهر بطريقه كويسه، اللعيبه عندي بتدي بشكل كويس، لكن لما تيجي تقابل خصم قوي الامور ممكن تختلف. طب هل انا قيست النهارده يعني الماتشين مستوى ضعيف وضعيف جدا كمان، فانا النهارده ما قدرتش اقيس اللعيبه، لان انت باي حد هتكسب الفريقين دول، باي حد خلينا متفقين. طيب لكن انا عايز اقطعك هنا، احنا لعبنا اثيوبيا اللي هي ترتيبها ابعد يعني اسوأ من دول بكتير، واتغلبنا 2-0. ماشي. بس احنا برضه انا مش بدافع، بس مجرد وكانت مباراه رسميه، بس انا يعني بنرصد واقع. يعني المباراه هنا في القاهره مختلفه مع منتخب ضعيف، مباراه وديه. اثيوبيا على فكره بتلعب بره ملعبها. المباراه وديه بتختلف عن المباراه الرسميه. نعم. فاحنا النهارده بنتكلم، انت النهارده جاي تقيس لعيبه وتشوف لعيبه، ولا انت جاي تطبق حاجه انت لسه المفروض ما اشتغلتش؟ وبعدين احنا النهارده يعني عاملين تعاقد مع فيتوريا على المستوى البعيد، يعني احنا 4 سنين، ف4 سنين ده يبقى اكيد انت هتعمل منظومه مختلفه وبتشتغل على المدى البعيد. النهارده عشان تشتغل على المدى البعيد لازم تقيس اللعيبه الاول وبعد كده تبدا تشتغل. عشان انا اقيس اللعيبه لازم اقيس اللعيبه في مستوى قوي، لان كل الناس هنا قالت ايه، بس فرقه النيجر وليبيريا الاثنين منتخبين ضعاف جدا، فاحنا ما نقدرش نقول المنتخب كويس او مش كويس. لكن في حاجات بتتعمل، في حاجات بتتعمل، في ريتم سريع، في ضغط من قدام، في حاجه يعني الراجل عايز يوصلها لنا. مفيش هجمات حقيقيه عليك. مفيش هجمات حقيقيه عليك. مستوى الخصم ضعيف، لكن انت برضه بتشتغل بشكل كويس. ممكن شويه التشكيله اللي عملها عندنا مشكله، بس في حته التلاتة اللي في نص الملعب. احنا عندنا مشكلة ان معظم السيستم هنا في مصر ما بيلعبش بتلاتة.
فلما بنيجي نلعب بثلاثه الامور بتختلف شويه. حتى الماتش الاولاني لما نيجي نبص على الشوط الاولاني يعني فرص حقيقيه ما ضاعش فرص حقيقيه، يعني انت ما ضاعش ولا فرصه الشوط الاولاني في الماتش بتاع النيجر. انت النهارده بتلعب زيزو في نص الملعب من ضمن الثلاثه، زيزو ما ينفعش يلعب من ضمن الثلاثه، هو زيزو اصلا بيلعب طرف يمين، ميزته ان هو بيلعب طرف يمين، فانت النهارده عندك بقى محمد صلاح. ما عنديش مشكله يا كابتن، ما انا النهارده لما بعمل يعني احسن لاعب عندك في مصر هتفضل معاه على الدكه؟ هو احسن محمد صلاح؟ لا طبعا. طب احنا بنتكلم في مكانه. لازم نبقى عارفين زيزو في مكانه احسن لعيب في مصر، صح؟ بس هو احسن من مرموش. لا انا جاي لك بس يعني احسن من مرموش في الشمال. انا جاي لك بس يعني في نقطه، ممكن يلعب لسه اكلمك صلاح ويلعب زيزو. طب اكمل يعني هتكمل بس هناخد من الكابتن علاء، يعني ناحيه الشمال شايف انه زيزو هيبقى افضل من مرموش؟ وافضل من تريزيجيه؟ وافضل من تريزيجيه كمان ناحيه الشمال. ايه مميزاته في الشمال؟ لا هو يعني التوب فورم بتاع زيزو الفتره دي تمام، يعني دي اعلى مستوى وصل لي زيزو. لا يعني في الشمال هيقدر يتصرف زي ما مرموش او تريزيجيه يتصرف؟ طبعا. بص يا كابتن، دايما اللي بيلعب برجله اليمين بحطه ناحيه الشمال والعكس. بس هو في الزمالك بيلعب يمين في يعني اوقات كتير برضو بتحس ان هو بيروح ناحيه الشمال اكتر، وفي ناحيه اليمين لانه برضو يعني في الزمالك هو عنده حريه كبيره جدا، بيروح شمال بيروح يمين. زيزو في الزمالك بيعمل اللي هو عايزه. ايوه طبعا. أيوة لكن طبعا في المنتخب مع مدير فني زي كده اكيد طبعا متحدد له مكانه والبوزيشن بتاعه فين. فهي دي. لكن انا شايف ان هو لو صلاح وزيزو ويبقى معانا تريزيجيه ومرموش حلول عندنا كويسه جدا. انا شايف العكس تماما، بدليل ان احنا في ماتش الهلال لما زيزو لعب ناحيه الشمال ما كانش هو زيزو. احنا مش معنى ان زيزو احسن لعيب في مصر، لما بنيجي نقول احسن لعيب في مصر وهو المتفوق حاليا ولافت الانظار بس في مكانه ناحيه اليمين. وعلى فكره قليل جدا لما تلاقي لعيب بيلعب برجله اليمين بيلعب ناحيه اليمين ومتفوق، لازم يا اما يبقى اشول عشان يخش لجوه وهو بيلعب ناحيه اليمين زي شيكابالا. زي شيكابالا. لكن زيزو لا، دي حتته ناحيه اليمين ومتالق فيها تمام، احسن لعيب في مصر بالحته دي، بيشتغل بشكل ايجابي على المرمى تمام. لكن عشان انا يبقى هو احسن واحد في حتته اقوم لعبه في ناحيه الشمال؟ طب ما انا جايب مرموش وجايب تريزيجيه والاثنين جامدين. فالنهارده ما انا بعمل ايه؟ بعمل اثنين ناحيه اليمين واثنين ناحيه الشمال، زي ما بحط اربع ديفندرات، احط باكين ليفت باكين رايت. فمش معنى ان زيزو متالق ان انا هلعبه مكان صلاح. يعني مش معنى ان هو متالق ان انا لاعبه لا، مكان صلاح ده مستحيل. ما انا عشان كده بتكلم. انت تقصد مش معناه ان انا اوظف له مكان؟ لا ما ينفعش، لان انا منتخب هنا كابتن مدحت، يعني انا ما عنديش نقص عددي. انا لما بحط لعيب مش في مكانه في مكان تاني واجربه هنا، لما اكون انا نادي وعندي مضطر ان انا احط زيزو مثلا في ناحيه الشمال لان ما عنديش. لكن هل انا النهارده كمنتخب عامل اثنين زي تريزيجيه ومرموش وعامل محمد صلاح وزيزو، اقوم حاطط زيزو مكان مرموش او تريزيجيه والاثنين دول متفوقين ومكان مش مكانه ومش هيتالق في الحته دي؟ يعني شايف الاثنين دول في الشمال افضل من زيزو في الشمال؟ طبعا طبعا. وجهه نظر هنا وهنا تحترم، لكن هو لا حطه هنا ولا حطه هنا، ده هو حطه ودي اللي انا كنت لسه هكمل تحت نص الحرب. احنا ما بنلعبش بثلاثه في نص الملعب، الثلاثه بتوع نص الملعب ليهم طريقه مختلفه تماما، لازم يبقى سته تمام واثنين تمانية. ما ينفعش العب باثنين ستة وواحد في نص الملعب. الناس عشان تبقى فاهم، الستة اللي هو الديفندر، الديفندر اللي هو زي طارق حامد. زي طارق حامد تمام. تمانية ده لا، يعني لازم العب باثنين تمانية والاثنين لازم يتحركوا بشكل كويس. ليه؟ لان احنا لما بنيجي بنلعب بثلاثة ساعات بيقفلوا، يعني احنا لما لعبنا بزيزو قفل على محمد صلاح وقفل على عمر جابر، فاتطرف بشكل كبير جدا. وعندنا مشكلة في الحتة بتاعت رقم 10 اللي هي تحت الفيرود. رقم 10 ده بيحل له امور كتيره جدا، لان هو بيشتغل لما الكره بتبقى زي مجدي قفشه، لما بتبقى الكره ناحيه اليمين فهو بيميل ناحيه اليمين بس تحت راس الحربه، الكره لما بتبقى في الشمال بيميل ناحيه الشمال تحت راس الحربه، فهو حلقه الوصل اللي بينه وبين الثلاثه اللي قدامه، حلقه الوصل اللي بينه وبين الديفندرين. فانت بتفتقد الحته دي، فدي مشكله. فانت لما بتلعب بزيزو فبيضطر ان هو اوتوماتيك بيتطرف فبيقفل على محمد صلاح، وشفنا محمد صلاح بسبب زيزو كان بيخش جوه كتير. فدي كانت بتخنقه. فالنهارده عمر جابر كمان مش عارف يطلع. نفس القصه محمود حماده ما بيتحركش ناحيه الشمال لان هو مش واخد على ان هو يبقى 8 بيلعب في القلب. بيلعب في القلب. فتحس ان كان في هنا مشكله في الحته دي، حلقه الوصل اللي هي رقم 10 عامله مشكله. طيب لازم هياخد وقت عشان يلعب بثلاثة، ولازم مش هو على فكره طول عمره بيلعب بثلاثة. ايوه بس لازم ياخد وقت لان احنا مش متعودين على ثلاثة. طيب. ولازم يختار النوعيه اللي هي تلعب بثلاثة.